مختصر يسير لو يقرأه الإنسان يفهم كلام الله عز وجل، حتى يستطيع أن يفهم. لما الله عز وجل قال مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لمن الخطاب؟ من المقصود؟ يفهم كلام الله عز وجل فيستطيع هو أن يستشعر حلاوته ثم يطبقه في حياته. طيب نعود إلى سورة الفاتحة. لماذا سورة الفاتحة هي أهم شيء؟